طيب ممكن اسمع نصيحتك للشباب في ختام هذا اللقاء؟ الشباب دول اللي يغنون اغاني مصريه واغاني غير عراقيه، انا انصحهم ان يغنون اشياء عراقيه، غناء عراقي. بالنسبه الى قراء المقام من الشباب، يعني نصيحتك لهم؟ بالنسبه الى قراء المقام لازم يبتعدون عن التقليد، لا يغنون يتغنى القبنجي ويغنوا مثله، لا، اكو شعر كثير. صح، المهم البحث عن الشخصيه، يعني كل واحد كل مطرب يجب ان يحل، لازم يكون يسوي له شخصيه هو نفسه، سواء في الاختيار، لانه هو اذا قلد ما يصير شيء، ومستحيل ان يصير بمستوى المقلد، يعني ماشي. وشتان بين الاصل والفرع ماشي. انا لما تعلمت الغناء سمعت مغنيين كبار، صح، وظليت ملازمهم سنوات خمسه، بعدين واحد منهم قال لي انت ما تغني لنا فتشيم، وانت صار لك مده سنين معنا، اشو انت ما تسمعنا؟ لابد اسمع. سالته قلت له شو جيت اغني لك؟ قال لي هذا تجاوز، تجيني اني اقول لك؟ يعني انت بمعنى تعرف كل المقامات؟ قلت له ان شاء الله. قال لي زين اقرا لي مقام الحسيني. افتكر الحسيني فتشي قرأت اللي هي، لكن قرأته مو بالشكل اللي هم يقروه، ولا بالكلام اللي هم يقولوه. شوية قالوا لي أنت شلون تلميذنا، شلون سمعتنا، شو الطريقة هاي مو مالتنا، والشعر مو مالنا، هاي شلون؟ واحد منهم الله يرحمه اسمه قدور العيشة قال لهم شنو مو مالنا، مو مالنا هذا أحسن من عندنا. قال لي يا محمد امشي بطريقك وانا اتبعك، لو مو شابتي هاي ستتبعك. ها في وقت جدا مبكر يعني، والله يعني في يمكن في سنه 17 او 18 في اول غناء قبل ما اغني، اي طبعا قبل ما اغني بالاسطوانات.